محطتنا الأخيرة صرنا سن مفيع مع إبداع تحول لثقافة مجتمعية. الهاند ميد عالم ضم لكتير من المواهب اللي قدرت إنها تبدأ من أدوات بسيطة لأفكار عميقة، واليوم رح نتعرف سوا على كتير من الأفكار بمجال إعادة تدوير وأيضا بمجال التصميم والمشغولات اليدوية مع السيد نعمان الدايم، مصمم ومنفذ في مجال المشغولات اليدوية. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح النور، يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك. صباح الخير يا اهلا فيك. بالبدايه خلينا نتعرف شوي على نوعيه المشغولات اللي انت بتشتغلها، وشو خلينا نقول الماتيريال اللي بتشتغل فيه. هلا انا بشتغل بالمجال اعمال يدويه بشكل عام، يعني كل شيء بيخص البيت، ديكور البيت، بيخص المناسبات، بيخص السيدات، يعني اعمال البيت، يعني حتى الاطفال اذا بيخص الاطفال، يعني شيء مجاله واسع. عمل يدوي، بس تقولي عمل يدوي هو بحر بحر من الشغل، يعني ما يعني ما بيخطر بالك اي شيء موجود عندنا بالبيت نستفيد منه نشتغل فيه. تمام، نستفيد. والمواد دائما انا بعتمد على المواد البسيطه، الشغله اللي ما بتكلف كثير، ممكن اشياء يعني تكون موجوده عندنا بالبيت يعني نعيد تدويرها ونعيد القصه. نعم، يعني عم نشوف شغلات مهضومة بتفيد كل حدا، يعني هي مو بس مثلا المرأة، حتى الأطفال، حتى هلا مثلا مثل هيدا المراية، سلمى هيدا المراية، يعني خصوصي ممكن للبنات تصير البيت ديكور، البيت ديكور، ديكور بيت أو لغرفة سيدة مثلا. يعني ممكن مثلاً حتى كمان إنه مثلا نقدمها هدية مناسبة أو كذا، نشتغلها إحنا بإيدنا ونقدمها هدية أحسن ما نشتري قطعة من السوق بهالغلاء الأسعار. طيب خلينا نشوف شو المصنوعة منه بالضبط هي، وانت كم مرحلة بتاخذ معك وقت؟ هي من انا مستخدم هي المراية من كرتون وخيش، الخيش متواجد بكل بيت، يعني ممكن نستفيده، ما شرط انه نشتريه جاهز، يعني من اكياس المونه او اكياس الرز، وبالاكسسوارات الورد يعني موجود كمان عندنا، ممكن نستخدمها مثلا طوق قديم، اكسسوارات قديمه بنحط الاكسسوار تبعها. نعم، يعني كمان طريقة مهضومة وبسيطة، يعني حتى كمان نفس المبدأ، ممكن نساوي العقب محارم، تعليقات الباب. تمام، يعني هدول تعليقات الباب، يعني تعطي صمدية حلوة للباب، ممكن صحون الضيافة، الشوكولا، روزنامة، يعني مجال واسع، خاصة خلينا سلمى نشوف الروزنامة، هي كمان كتير كمان فكرة طعمها حلوة ومفيدة جدا، يعني كمان شغلة غريبة يعني للبيت، كمان ما واحد يشتغلها هو بإيده إنه يساويها، ما بياخذوا وقت كتير بالتصنيع. هلا وقت حسب، هي بدها طولة بال شوي، إنه عم يشتغلها شوية دقة حتى قطع نظيفة، حتى بدها فن، يعني ما في أي حدا يطلع هيك قطعة، يعني في جمالية ولمسة معينة. تمام، يعني بدها لمسه فنيه، بس ما هلا يعني في ناس كثير بتقول لي انا ما بعرف، ما انا ما عندي هوايه، ما عندي كذا، بس انه هي تحب الشغله لحالها بتبدع، يعني عم نشوف مواد بسيطه، خيش مثل ما قلت اكياس الرز ممكن. تمام، يعني حلو حلاوه العمل اليدوي انه ما بده قواعد اساسيه، يعني ممكن انه باي شكل اي شيء انت تعمل الشيء اللي بدك تشتغل، يعني ما بتطلع قطعه انه قطعه من الثانيه. بعدين الشغله يعني ملاحظين كيف انت عم تعملهم، هي جدله ومستخدم الخيش، يعني اكثر بنات او السيدات بيعرفوا الضفره، يعني شغلات بسيطه، هي بتقول لك ما بعرف اساويها، بس هي بتكون بس انه تقول بدي اشتغل، تحب تشتغل بتشتغل، ما في مشكله. هلا حتى هون كمان انا مستخدم الساتر، حلو كمان، هلا هدول كمان الكرتون تبعت المحارم، جوج محارم، كمان مستعمل خيش برواز صوره، ممكن نساوي مرايه، ممكن نعمل فيه اي شيء بدنا اياه. يعني تمام، يعني كمان هدول جوجل، عفوا معلم جوجل المحارم كمان بالخيش. نعم، يعني كمان تورجينا هيدا القطعة اللي الجينز كمان لفتت نظري. هدول القطع هدول إعادة تدوير، يعني أنا عندي فقط يعني دائما بحب شغلة إنه تكون موجودة عندي إعادة تدوير، هي أنينة المي. هلا دائما رحنا بتحفظ البروده هي تمام، او الحراره، يعني احنا ماشيين مثلا بشعر، بدل ما نحملها بكيس نايق وحفاظ على البيئه، كمان من اكياس ال، في انا مساوي عده موديلات، يعني في مساوي جينز فاتح وجينز غامق، والجلد كمان ممكن نستعمله من يعني اي حتى شنطه قطعة قديمه عندنا ممكن نحن نستفيد منها بدل ما تمام، هي بنطلون هيك جلد بنطلون تبع الجينز، يعني انا اسمه هيدي سي دي قديم، كمان نبطنه ومساوي قاعدة، يعني سيدي قاعده سيدي، والرجل البنطلون يعني ممكن بدل ما احملها لانيه مي بكيس وكذا بحطها، حتى موديلها اهضم، اهضم موديلها بكثير، وحتى ممكن انه الاطفال يستعملوها مثلا بدل اللي ياخذوها على المدرسه، ممكن مقلمه،
يحط لها سحاب يعني بتحلي الشغلة وبتحبب الواحد بانه ياخذ شيء كمان من البيت معه أكثر يعني. انا دائما بحب انه يعني اكياس النايلة وكذا نبعد عنهم يعني. كمان في عندنا هلا هيك الشغلات الرضيافة للصواني، الصواني الرضيافة ممكن نستخدمها كمان شغلتها بسيطة يعني ماشي قديم يعني تبع البرادي أو أي ماشي ساعتين مساوية بس يعني إذا بردعية نحن وحبينا نجدد ديكور البيت وما عاد بدنا نحط مقدر من قصة ممكن البرادي من نفسها بيصير الموديل تبعها فضلات تبعتها اللي ما يش بتنعمل منها مساوية. طيب هي اللي وقعت هلا قبل شوي الغريبة شوي تمام هي هي الأطفال أنا فكرت هي الأطفال يعني عمر بين 6 سنين ل 12 سنة تعليمهم إعادة كمان تدوير الأشياء هي من كرتون عملية لف الكرتون وتثبيته بالكرتون هي كلها كرتون ممكن تصير برواص ورق أو مراية أو أي شيء خلينا نحكي عن مواد عن المواد اللي مستخدمة بس كرتون فقط مراحل مراحل شغل بالغري وبالسيليكون بنقص الكرتون بشكل عقد مثلا بدنا اياه سنتين او ثلاثه وعمليه لف مثلا اي شيء مدوره بنلفها بنثبتها بس تاخذ شكل التدويره رحنا بنكون فيها الزخرفيه اللي بدنا اياها بس في فن يعني أكيد. حتى هي لو انت عم تقول عنها سهله بس هي فيها لمسه فنيه هيدا اللفه يعني مثلا بالكرتون هيدا اللفه هي بس انه سنتين بس بنلفها مثلا على قلم او اي طالعه مثل عروق بين الورد تمام. يعني بس هي انت تلفيها وتثبتيها مثلا خليها مثلا شيء 5 دقائق مثلا ملفوفه لحالها بتتدور يعني صفي بس انه تشكليها بالقياس اللي بدك اياه يعني بده بس طولة بال يعني هي انه اللي بده يشتغل عمل يدوي وانت هادي شكلك طويل بال تماما يعني لهيدا القصص والاكسسوارات ممكن انا مستخدم القماش اللباد او القطن يعني القماش اللباد اللي بيحبوه كل الاطفال اذا بنت يعني. عندها مثلا اكسسوارات قديمه تستعملها ساتان اي شيء كمان حر الاستخدام يعني ما بقيد انه مثلا لازم شيء معين نعم. عمل يدوي شو ما حطيتيه بيمشي يعني ما في اي كرتونه بالبيت لو ممكن تستفيد منها سيده تمام. البيت ما في داعي تكبهم يعني ممكن كمان هيك بنحافظ احنا بنعلم الولد حفاظ على البيئه يعني هلا احنا بدنا نكبها بدها وقت تتلف وكذا نعم. هيك من كمان هي لفتت لنا نظرنا هيدا لكل سيده هلا بدها تستقبل مولوده تمام هلا هي المناسبات للمواليد نعم. كمان بنحط فيها شوكولاته زينه الشوكولاته ممكن تساوي الافراح مثلا تفرق الالوان يعني بين السكري او البيج او حتى للصبي بيصير لونه ازرق الصبي من شو عاملها وخصوصا لانه هي كثير الناس بتحبها وهلا يعني صارت مكلفه اذا واحد بده يروح يشتريها يعني ليضيف فيها هلا كمان قماش هلا هون قماش قميص مثلا بلوزه زهر كمان هي كرتون يعني عباره عن كرتون انا مغلفها والساتان موجود يعني البيت كمان كرتون يعني انا قصيته بشكل البيت يعني ممكن ما نقيد انه بشكل البيت ممكن نساوي لعبه او نحط اذا في دبديب دبدوب او اي شيء لعبه ممكن نستفيد يعني كمان انا بشجع انه دائما شيء موجود عندنا بالبيت نجدده بطريقه حلوه كمان يعني وحتى هلا هون انا كمان شناتي للصبايا مثلا للجامعات كذا كمان انه ممكن هلا انا هدول جايبهم قماش تواب بس ممكن اذا مثلا تنوره بلوزه كذا ممكن كمان توصلهم وتساويهم يعني للطلاب جامعه كثير ممكن يحطوا الدفاتر فيهم الدفاتر او كذا كذا كمان كثير يعني افكار مجال العمل اليدوي واسع يعني ممكن انه حتى هون كمان عم نشوف تمام. اكسسوار هو غريب شوي بس نحكي عنه بيعطي جماليه مثلا اذا كان زي ساده هلا هون كمان انا مستفيد من شنات الجلد القديمه مثلا بدها كمان هي القطعه كامله ولا انت عامل لا هلا انا كمان مصممه الموديل بدي اياه قصه وحعمله بالشكل بالابره واليدوي يعني كله شغل كمان بالابره والخيطان والساتان كمان موجودة مثلا طالما بالإبرة والخيطان مثل ما ذكرت بدها جدا طولة بال جدا يعني هلا ممكن إذا كنزة سادة كذا حطيت الصبية كذا بتغير مديرة كنزة كلها كامل ممكن فستان سهرة تساوي يعني عموما هي الاشغال هي يعني بهذا الوقت كثير صارت عم نشهدها عم نشوفها تمام. يعني حتى بالبازارات عم نشوف في الركن الخاص دائما بالمشغولات اليدويه سواء للسيدات عم يشغل بال الناس كلياتها والصبايا عم تحاول تنشر هذا الشيء مثلا عبر صفحه على الفيسبوك او بتشارك ببازارات هلا انا بالنسبه لي بنظم بازارات وبشجع السيدات دائما انه نعطيهم الاولويه للاعمال اليدويه عم بتعلم سيدات تمام يعني انا هلا في عندي بادرة انه عم علم سيدات اعاده تدوير الاشياء
يعني برفض انه تنزل على السوق تشتري قماش، بقول لها انت شو عندك القطع قديمه جيبيها لنتعلم عليها، جيبيها يعني ما بقيدها انه مثلا اليوم رح نساوي مثلا حافظه مي حافظه كذا، شو عندك كل غزانه ما عم تلبسي يعني صار لك سنه مثلا، هلا في صبايا بتفتحي خزانتها في قطع عندها سنتين قديمه ما عم تلبسها يعني بنعاني من منها جدا، بدل ما تخليها جيبي اياها اعاده تدويرها يعني ممكن تساويها للشنطه، ممكن مريون للمطبخ، ممكن اي شيء، ممكن تحط لها يعني اكسسوار مثل هذا الاكسسوار يعني وتضيف لها شيء جديد تضيفها يعني. هلا هي في كثير ناس بتقول لك كنزه ساده ما عم بحبها علي، انه تضيفيها بس هلا دار شكل لولو وسلمى، فكنزات الساده لا حدا يخاف منها بس يشكل لولو، بس يشكل الماسه لولو بروش يعني دارج. هلا كمان الاحجار الخشب رجع درج يعني الازرار الخشب، يعني انا اي سيده بتجيب لي قطعه نحن شو بنوحي قطعه بنساويها يعني ما شرط انه نتقيد انه بدنا نساوي مفرش صينيه او بدنا برواز او كذا. تمام، يعني الفن والابداع عالم واسع، ومثل ما قلت بده طوله بال، بده هدوء، بده حتى ابداع، بده نظره، بس يعني اهم شيء انه تكون السيده تحب الشغل، يعني تقول لك انا مو بدي اجي ضيع وقت، يعني انا هي النقطة كثير هامة، انه اذا بدي اجي ضيع وقت او بدل ما اروح مثلا مع رفقاتي بجي بتسلى، هي برفضها نهائيا، انه انت لازم تحبي الشغل لتبدعي، اما اذا بدك تجي تضيع وقت ما رح تبدعي، يعني ما رح تكون عندها طولة بال للشغل. اكيد تمام. نحن بدنا نتشكر وجودك معنا وهي اللمسة اللي اضفتها اليوم لصباحنا، ان شاء الله نكون اعطينا افكار كمان بسيطة وسهلة التنفيذ لكل يلي تابع فقرتنا. تمام. شكرا كثير لك، يا ميت اهلا، الله شكرا لك، اكيد كل الشغله حلو، شكرا كثير لوجودك يا ميت اهلا، الله يسلمك.